تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا، لكن قبل ذلك خلونا نرحب بميرا الغفلي معنا في التنسيق، وبنوح أيمن سرحيل في الإخراج. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد وصباح النور وصباح الأثنين اللي يبعد خطوتين عن الخميس والونيس آخر الأسبوع إن شاء الله يكون. يا همك في الخميس تفضل. مني في دي الأسبوع، بس أنا نظري إلى الخميس. بذكركم بس برقم التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي هيئة الصحة في دبي DH_Dubai على الإنستغرام. طبعا مثل ما محمود دائما يقول، هي قنوات التواصل عشان طرشونا ملاحظات، آراء، شكوى، شكر، أي شيء حابين توصلونا لنا لتحسين القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، فهذا هو برنامجكم في الأول وفي الأخير. طيب في دراسة تقول أن طبيبات الجراحات لا تنقصهن الكفاءة عن الجراحين الذكور، بل قد يتفوقن عليهم. هذه دراسة حديثة توصلت إلى أن جنس الطبيب الجراح لا يؤثر في كفاءته ونتائج العمليات التي يجريها. أنت شو رأيك قبل أقرأ؟ أؤيد طبعا. فقد وجد باحثون كنديون أن المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية من قبل طبيبات جراحات لم يواجهوا مضاعفات أو مشاكل أكثر بالمقارنة مع المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية من قبل جراحين ذكور. طبعا المعد الرئيسي للدراسة الدكتور راج الساتكونيسفيام، صح شي اسمه؟ الساتكونيسفيام. عموما يقول وهو اختصاص الجراحة بمستشفى هيوستن والأستاذ السابق بجامعة تورنتو الكندية، تكتسب دراستنا أهمية خاصة عند الحديث عن مكافحة التمييز بين الجنسين في مجال التوظيف الطبي. قام الباحثون بتحليل بيانات 25 نوع من العمليات الجراحية المجرى على مدى 8 سنوات في مدينة أونتاريو الكندية، وبلغ عددها 208,000 عملية جراحية، حيث راعى الباحثون عند إجراء المقارنة أن يكون الأطباء والطبيبات بنفس العمر وأن يتمتعوا بنفس القدر من الخبرة السريرية. لاحظ الباحثون أن المعدل الوسطي للوفيات في الأسابيع الأولى التي تلي الجراحة كان أقل بنسبة بسيطة في العمليات المجرى من قبل طبيبات جراحات. وبحسب الباحثين فإن الفارق قد يعود إلى التزام الطبيبات الأكبر بالمعايير الأكاديمية أو مهارتهن الأفضل في التواصل مع المرضى ورعايتهم. من جهة أخرى لم يلاحظ الباحثون فرقا في نتائج العمليات أو اختلاطها أو معدلات الانتكاس بين المرضى المعالجين من قبل جراحين ذكور أو إناث، كما لم يجد الباحثون فرقا بين النتائج للعمليات المجرى بشكل طارئ أو مخطط له بشكل مسبق. جرى نشر نتائج الدراسة يوم 10 أكتوبر الجاري في المجلة البريطانية للطب BMJ. عاد انت حين منو قدتش؟ حين انا اليوم هالدراسة بطبعها وابدأ اوزعها في كل مكان، لان هالدراسة كان مثل ما تقول هدف منها تقليل التمييز الجنسي في اختيارات في اختيار وظائف الطبية. لان كان معتقد سابقا، في ناس كانت تخاف ترى لو كان يعني طبيبة بتسوي لهم جراحة كان يخافون، ناس الناس اللي تخاف تركب طيارة اللي تسوقها امرأة. ولكن الدراسة تبين إن ما في فرق، بالعكس في نسب وفيات أقل للجراحات اللي تسويها النساء. تعرف ليش محمود؟ نحن النساء عندنا مثل ما قلنا ما قبل مالتي تاسكين، يعني هذا تمييز الحين. هذا ليش تمييز؟
لا إن تمييز ما بين المرأة والرجال. يوم بتسين تقولي لي والله نحن النساء عندنا هذا تمييز، هذا أدعم الموضوع بالدلائل والحقائق. على قوة ميرا إحنا مالتي تاسكن عندنا، يعني في عقلنا مصمم إن أقدر أدي أكثر من مهمة في نفس الوقت. فالمرأة حتى وتسوي العملية تقدر تداري تجاري يعني تدير العملية كلها بنفسها، بينما الرجل عنده قدرة أقل إنه هو يؤدي أكثر عن العملية في نفس الوقت. فهنيئا للنساء الجراحات اللي عندنا في مستشفى راشد، فعندنا أكثر من جراحة. أنا أؤيد هذا الكلام 100%. شكرا. أنزين، لكن في شغلة واحدة في السواقة. لا محمود، وفي اللوكيشن في، لا صراحة في نساء فعلا ما يعرفون، ما يعرفون لا تعرف تدلي ولا تعرف توصل. عموما ما أدري ميرا أسمى معانا على الهواء جاهزة؟ أسمى بعد عندها بعد مشكلة بسيطة بعد اليوم، أخبرهم على اللي هو شو اللي صار اليوم الصبح ولا ما في داعي؟ أنا ما عندي مشكلتها، أنا إنسان عندي سلام داخلي تصالح مع ذاتي على فكرة. أحسن شيء يا أسمى. أنا متصالحة مع ذاتي. زين ممتاز يا أسمى، أعطينا شو عندك اليوم من جديد؟ أعطيكم ولا بيفشلني؟ لا قولي أنا معاك. الخاق قال لكم شوية بعض الأشياء اللي قاعدة تصير في السوشيال ميديا. أمس صار عندنا فريق مميز من تحدي دبي للياقة، مسوين في البرنامج كامل رياضي عندنا في الهيئة، وقام مستمر لين الساعة 9 مساء حتى اليوم. ممتاز. اليوم في العيادة الذكية أيضا صارت ناقش عن موضوع مهم بمناسبة اليوم العالمي للسكتات الدماغية اللي هو صادف في هذا خلال هذا الأسبوع، وهو السكتات الدماغية بيكون لايف بعد 45 دقيقة بعد ما يخلص برنامج صحة وسعادة إن شاء الله. بعد ما يخلص بالضبط. إنزين وأيضا الآن منتدى التحول المؤسسي يفتتح الدورة الخامسة له، واللي يركز على تركز محاور على الابتكار والذكاء الاصطناعي. وهل أيضا من توجهات هيئة الصحة بدبي واللي قاعدين نشتغل عليه تحقيق الهدف الاستراتيجي. ممتاز شكرا. لحظة رسالة. رسالة ما لك شيء أسمى سامحيني. عاد على آخر مرة أطلع وياك دكتور تسوي. أسمى طالع إجازة صح. وجبة الإفطار تعد من الوجبات المهمة، فهي تقيك من السكري، أمراض القلب، ضعف الذاكرة وزيادة الوزن. ممتاز شكرا لك يا أسمى، شكرا على الرسالة الجميلة مثلك. وانتم بصحة وسعادة ونشوفك عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا أسمى. شكرا لك أسمى الجناحي، و يعني هي شوي بتطول في اجازتها فبنشوف من عاد بنفتقدها والله اسماء خلال اجازتها، بس اتمنى انها ترجع بالسلامه ان شاء الله يا رب. عموما نحن متواصلين معاكم مستمعينا، ارقام التواصل معنا 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006 ولايف على نور دبي وهيئه الصحه في دبي DHA_دبي على الانستغرام. فاصل وراجعين. صحه وسعاده. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا برنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على أكاونت نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام DHA_دبي. طبعا طيب اليوم أو يعني خلال الفترة هذه نحن نعيش العرس الرياضي اللي عرس اللياقة. الله عرس اللياقة، هذا هاي المبادرة اللي إزاه الله خير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، اللي يعني ربش فيها المجتمع كله، خلى المجتمع كله مشغول بالرياضة. صحيح. مشغول بأنه يتحدى نفسه ويتحدى الناس اللي حواليه عبر هذه المبادرة، مبادرة دبي لتحدي اللياقة. نحن نتكلم عن هذه المبادرة بشكل مفصل بجوانب أخرى يعني. صحيح. من خلال المشاركات اللي تتم فيها معانا في الاستوديو الأستاذة جلثم البلوشي المدير التنفيذي لتطوير فرص التعليم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي. صبحك الله بالخير أستاذة. صباح الخير، كيف الحال؟ صباحك ورد، نورتينا في الاستوديو اليوم أستاذة جلثم. لا بوجودكم أشكركم الدعوة، بالعكس شيء طيب. الله يسلمك. الآن نحن في البداية قبل لا ندخل في تفاصيل المشاركة أبغى أتحدث عن أهمية هذا التحدي للمجتمع التعليمي بالتحديد. كيف شايفين هذه المبادرة وكيف قاعدين تتعاملون معها وأهميتها بالنسبة لكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تسمح لي بس في البداية أحكي لك وللمستمعين قصتي مع الرياضة، أو القصة اللي ساعدتني فيها الهيئة أن يكون موجودة. من سنتين أو من خلال 3 سنوات المدير العام للهيئة الدكتور عبدالله الكرم بدأ مثل مبادرة يشارك فيه العاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تحديات مختلفة، تحدي الصحراء، تحدي سبارتن، تحدي الثلج. فكان في فريق يعني بدأ صغير 20 فرد أو 30 فرد بدأوا يدخلون في هالتحديات مع المدير العام. اليوم نشوفهم قبل التحدي ولا بعد التحدي يكونون وايد سعيدين، كان عندهم نوع من النشاط اللي مش طبيعي. فنحن دائما كان عندنا تساؤل، شو اللي ياسين يسوونه في هالتحديات؟ شو اللي يأثر عليهم؟ ومن سنتين بالضبط قلت أنا بشارك الفريق، والكل قال لي أكيد متأكدة، يعني تحديات صعبة لأن هي عبارة عن يا تمشين أو تركضين 5 كيلومتر ولا 10 كيلومتر، وفي تحديات مختلفة تنقزين في الماي، تطلعين فوق دري، تحديات مختلفة، عقبات أو عوائق تكون ضمن التحدي، عقبات وعوائق مختلفة. فأنت تقولين في نفسك لا هذا حق الرياضيين، ها مو بحق إنسان مو برياضي. وبالفعل شاركت، أول تحدي كان تحدي سبارتن العام، كملت ما شاء الله كملت 7 كيلومتر، تخطيت تقريبا كل العقبات، كم من عقبة ما قدرت لأن كانوا محتاجين نوع من أظن التحدي مع نفسي، لازم كنت أسوي رياضة زيادة. وبالفعل حسيت بالسعادة اللي يحسونها، رديت المكتب وخبرت الجميع أن صدق أن تكتشفين نفسك، تشتغلين مع فريق العمل الهيئة، مرات تدورين فرص تدريبية مختلفة تكون لكن تخلي روح الفريق مع بعض. عملنا مع بعض في التحدي الصحراء أو تحدي سبارتن، جمع الفريق، اشتغلنا بروح الفريق. طبعا من أنت تقول 30 فرد من مؤسسة الهيئة، حاليا عندنا فوق 100 فرد يشارك في هالتحديات بشكل دوري. ممتاز. وفي يوم التحدي 30 في 30، كان يوم الجمعة، كان عندنا فريق عمل 70 موظف شارك في تحدي الصحراء، كملنا ما يقارب كفريق 500 كيلومتر، ما شاء الله، فوق 1000 عقبة تخطيناها مع بعض كفريق. فكانت بداية جميلة جدا مع تحدي 30 في 30. جميل. متى بيكون التحدي القادم؟ أظن في حتى بيكون تحدي سبارتن في حتى في شهر 11. دكتورة تروحين وياهم ها؟ وين تحدي الصحراء؟ هي. لا الحين تحدي سبارتن وفي حتى بيكون. في حتى. شيء جميل. فالكم طيب إن شاء الله. وبنساعد. معاكم أنا معاكم. بشوف كم عقبة بطل. كم عقبة تخطى من أول عقبة تلاقوني قلت لكم بس. ترى أنتي تكتشفين نفسك في عقبات ما تقدرين تسوينها، فأساس إنك أنتي مو بروحك، في عندك فريق يساعد 3، فكل حد يساعد الثاني. زي. طبعا انت ما تقدر تتخطى بروحك. اعتقد واحد ما يقدر يعرف امكانياته لين يجرب ويشوف انه ممكن يتخطى عقبات ما كان يتوقعها من قبل. هو مرات تيجي الافكار، يعني حتى انا يوم شاركت التحدي او حتى فريق العمل في الهيئه قالوا لا احنا ما نقدر، بس من تواجهين هالتحدي تقولين صدق انا اقدر. صحيح. وهو عباره عن مجرد تخوفات وتوهمات داخليه. متعه اصلا، في متعه طبعا. في التحدي بشكل جميل، الاندورفين نفسه محمود اللي يفرز وانت في التحدي وفي الرياضه. هي. يعطيك احساس بالسعاده ان انت سعيد أكثر من قبل ما تمارس الرياضة. ممتاز. طيب بالضبط. نرجع لسؤالنا الرئيسي عن أهمية التحدي للمجتمع التعليمي. أعتقد التحدي وايد، بالعكس نحن سعيدين بمشاركتنا في تحدي 30 في 30، راح يغير مفهوم الرياضة للجميع. أعتقد التحدي مو بس لطلبة المدارس ولا للشباب والشابات، للنساء، للرجال، للأطفال، للعائلة ككل. بما أن التحدي كان عبارة عن مبادرة من الشيخ حمدان، بالعكس هو قدوة الجميع، قدوة الصغار وقدوة الكبار، راح يشجعهم منهم يشاركون. فبالنسبة لنا بيكون وايد كبير السعادة اللي حققناها في التحديات اللي شاركنا فيها، طبعا راح تترجم في السعادة اليومية اللي انت بتشوفها من خلال مشاركتك بشكل يومي. في بعض من الأشخاص يقولون كيف أقدر أسوي رياضة كل يوم، بس بمجرد وجود أن عندك تحدي 30 يوم، الشخص راح يفكر بأفكار مختلفة، كيف أقدر أسوي رياضة وأنا في المكتب؟ وجود المؤسسات الداعمة، يعني هيئة المعرفة خلقت برامج مختلفة في مبنى الهيئة، عندنا تحدي يستوي 6:30 الصبح مع الدكتور نفسه، مع المدير العام، نشتغل بتحديات مختلفة كل يوم. فالوعي الرياضي واللياقة البدنية راح تزيد بشكل كبير، بتأثر على مفهومهم للعمل، مفهومهم للرياضة، ومفهومهم للياقة البدنية. جميل. أنا هنا أبغى أوجه تحية للدكتور، لأن من الناس الرياضيين أصلا، هو حتى فت ما شاء الله عليه. فدائما لما يكون القائد رياضي يسعى أنه يعكس تعم روح الرياضة واللياقة هي على الكل. وغير هذا مثل ما قلت الدكتور أنه تعطي يعني السعادة، مثل محمود هرمون السعادة عند الجميع. بالضبط.
تفضل. في دراسات أثبتت أن الإندورفين اللي يفرز مع الرياضة يفرز بكميات عالية فيعطي الواحد إحساس أنه سعيد. طبعا عقب ما يخلص يجي عوار في جسمه بس السعادة خلال الرياضة نفسها هي سعادة من نوع معين. واحد ما يقدر يجلس في البيت ما يتحرك يعني هي لازم العضلات اللي يلا بعد ما يخلص تمرين رياضي. يقولون دائما المدربين نو بين نو بين نو جين. أكيد أكيد صح. اختي كلثم ممكن تخبرين بس ان لو تاثير ممارسه الرياضه على حياه الافراد بشكل عام خصوصا في النطاق التعليمي في المدارس؟ طبعا نحن يمكن نتكلم بعد في البدايه عن المبادره اللي اطلقناها بالنسبه للمدارس 100% من جميع المدارس الخاصه في اماره دبي شاركوا في تحدي 30 في 30. عندهم برامج يوميه لاولياء امورهم لطلبتهم اذا كانت قبل بدايه اليوم الدراسي ولا عقب. اطلقنا مبادره جديده اسمها اللياقه تجمعنا. هي عبارة عن مبادرة أطلقها الدكتور عبد الله مدير عام الهيئة. اللياقة تجمعنا هو عبارة عن مشروع كل مدرسة تدعي الدكتور يكون عندهم في المدرسة خلال الساعة 8 الصبح يكون عندهم رياضة يسوونها كلهم مع بعض. فالعام البارحة بدأ في مدرسة جيمز رويال دبي، اليوم بدأ مع مدرسة ثانية بعد، وعندنا تقريبا مشروع يومي في كل مدارس. طبعا الرياضة بتكون هني التحدي عبارة عن 30 يوم. المدرسة راح تشوف الجانب الإيجابي لهالمشروع أو لهالتحدي اللي انطلق، ولي الأمر راح يشوف تأثيره على الأطفال، الطالب نفسه بيشوف تأثيره. نحن نتوقع أن نستشرف أنه في المستقبل بعد 30 يوم المدرسة بتشوف الإنجاز وبيأثر أن تشجع هالشيء على مدار السنة مو فقط من خلال هالثلاثين يوم. أكيد. عبارة الثلاثين يوم لأن نحن نعرف إذا تبغى تغير نشاطه وتغير عادة معينة تحتاج تستمر على العادة 21 يوم. فإذا كان الموضوع مشى 30 يوم كيف راح يأثر صحيح. على كل أفراد المجتمع. ونحن نعرف المدرسة هي عبارة عن مجتمع، جزء أساسي من المجتمع صحيح. أنت تتكلم عن طفل واحد، يعني تتكلم عن الأم الأب المدير المدرسة المدرسين الموجودين العاملين، فأنت ياس تأثر على المجتمع الإمارة بشكل كبير أنهم يكونون صحيح. أكثر واعين لموضوع الرياضة وموضوع اللياقة البدنية. طيب أختي جلثم، إذا أنا ما بتكلم عن يعني التحديات اللي يواجهها القطاع التعليمي هو يعني زيادة السمنة عند الأطفال نتيجة للعديد من العوامل، منها يعني نمط الحياة اللي يعيشونه حاليا، ارتباطهم بالإلكترونيات أكثر من على أيامنا، نحن نركض في الفريج نلعب كورة نلعب كذا، الآن لا، الطفل عنده ملهيات أكثر يعني. حتى الوالدين احيانا عشان يفتكوا من حشره العيال اعطوهم ايباد ولا يلسوا على جهاز الكتروني معين انه يقعد يلعب عليه. لها اضرار كثيره طبعا. هذا تحدي انتم تواجهونه، فنبغي نتكلم عن هذه المبادره ومدى يعني الاستفاده اللي بتكون عند الاطفال من خلالها. أوافق الرأي، بالعكس أظني الأطفال نحن عندنا يعني يمكن نسبة منهم مثلا لأن معتمدين على السكريات، معتمدين على الأشياء، قلة الحركة. أظن من خلال تحدي 30 في 30 راح يشجع المدارس أن تسوي رياضة بشكل مستمر بشكل يومي، مو بعبارة عن مثلا حصة رياضة في الأسبوع أو يلغون حصة رياضة حتى أحيانا حق المواد الثانية صحيح. أعتقد وايد من المدارس الخاصة اللي في قطاع التعليم الخاص إمارة دبي يمارسون الرياضة على الأقل مرتين في الأسبوع، عندهم صحيح. حصص رياضية، عندهم حصص سباحة، ملاعب حتى مخصصة تكون عندهم ويعلمون وحتى يشوفون الطفل شو يحب ويدخلونه أكثر في هذه الرياضة يعني من خلال حصة رياضة. في خلال يعني المناهج المختلفة في القطاع ومن خلال فعالياتنا اللي ياسمن نسويها في الأيام القادمة، في النهاية هي عبارة عن قدوة صحيح. الشيخ حمدان وضع لنا قدوة حق جميع المؤسسات الحكومية أن تعنى بالرياضة لموظفينها، لأن شيخ حمدان شايفنا بطريق إيجابي إن تأثير الرياضة كيف إنه هو شخص مشغول عنده كل هالوظائف والمسؤوليات لكن قادر يعطي نفسه بعض الوقت للرياضة. نفس السؤال نعطى لجميع المؤسسات، العمل مهم، خدمة المستثمر أو خدمة مثل ما يقولون العملاء اللي يجون مهمة، لكن اهتمامك بصحتك مهم. فوجود هالقدوة مثلك إذا هيئة المعرفة حطت هذه القدوة لهم راح يبتدون يسوون الرياضة بشكل أكبر صحيح. يشوفون الناتج بنفسهم من خلال هالثلاثين يوم القادمة اللي رحتي في الإمارة. هني علي البقيش يسأل، هل مقدمي البرنامج الحالي يمارسون الرياضة بصراحة؟ محمود رياضي يلعب كرة قدم وأنا خفيف
ان شاء الله ازيد. واصل الحين اظني 18 او 17 على مستوى الهيئه في التحدي، بس ان شاء الله يعني حاط التارجت اني اطلع من الخمسه الاوائل. الرياضي ما شاء الله معلم، هو قدوتي ان شاء الله. ان شاء الله. بس لعبي رياضه انت، شو ترى العب شويه ترى امشي لعبي زياده ان شاء الله. كون انت الكوتش تو تقولين شو اسمه ما شيء وقت ما شيء الشغل على طول ماخذنا ثم ترد عليك. لا خلاص هو مدربي من يوم راح. بضيف لك بعد دكتوره، يعني قبل بعد انا كنت دائما اقول لك مسؤوليه العمل اوريدي. انا عندي عائله، عندي ثلاث اطفال، فبغيت من البدايه قلت اذا انا ما كنت قدوتهم في البيت، وزوجي الحمد لله إنسان رياضي يسوي رياضة يوميا، فقلنا لازم نكون نحن قدوتهم. الحين بدوهم يكونوا فعالين، سباحة عندهم، عندهم كلاسات جولف تقريبا بشكل أسبوعي، عندهم كرة قدم في الويكند. فبهالطريقة نحن في النهاية نحن أسباب التغيير. صحيح. وأظن المبادرة هاي بتشجع أن جميعا نكون أسباب في هذا التغيير ونخلي إمارة دبي أسعد. إنزين هني جمال يقول مفروض المدارس الحكومية أول حصة من كل يوم رياضة للجميع. مفروض يكون عشان الطالب يكون نشيط أكثر، ما يكون طالب كسلان ومتملل في الصف، مفروض وما يلغون حصة رياضة. طيب رسالة تبغين توجهينها في ختام هذا اللقاء أختي جلثن؟ يمكن رسالة أخيرة بوجهها لجميع أفراد المجتمع، أول شيء بعد المدارس والجامعات. بالنسبة للمدارس والجامعات أنتوا قلب المجتمع، فبما أنكم خذيتوا التحدي وبديتوا فيه راح تغيرون المجتمع بشكل كبير. صحيح. الأولياء الأمور لكم دور كبير في تشجيع الطلبة أو الأطفال على اللياقة البدنية، أساس ما نتعرض للسمنة، ما نتعرض الأطفال لأشياء مثلا مستقبلية نبغى نتفاداها. حق المعلمين أنتوا القدوة في الفصول الدراسية، إذا شجعتوا الطالب على الرياضة وعلى الحركة طبعا راح يأثر في حياته وايد. أكيد. من الأشياء نحن غيرناها كأفراد لأن كأن المعلمين القدوة. صحيح. صحيح. اللياقة البدنية للجميع مو بس للناس اللائقين بدنيا، أي حد يقدر يسوي رياضة في أي مكان، وهذه لأي حد هم اللي يعني التارجت حق هذه المبادرة. فأتمنى بالفعل، لأن توه يعني من بدل المسجات اللي جت هني في مسج يقول أشوف وايد ناس يمشون في الفريج ومشغلين تطبيق دبي فتنس تشالنج. يعطيكم العافية. فهذه شغلة جميلة جدا أن المجتمع قاعد يتجاوب بشكل كبير مع هذه المبادرة. رح أتمنى لكم التوفيق. أستاذة جلثم البلوشي المدير التنفيذي لتطوير فرص التعليم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، شكرا لك. فرصة سعيدة وشاكرت لكم للاستضافة. شكرا جزيلا. زين دكتورة قبل لا أطلع فاصل إذا تسمح لي بس أرد على هذا السؤال، أيمن يقول ممكن سؤال أقدر أسوي رياضة قبل الغداء وقت الظهر؟ ممكن تسوي، بس على الأقل خل فاصل بين وقت الرياضة والغداء، يعني ما نسوي رياضة وعلى طول أسير أتغدى، تكون توزيع الدورة الدموية مو بسليم. يعني على الأقل سوي رياضة عقب بساعة ساعة ونص أتغدى ما في مشكلة. زين وقت الغداء؟ وقت عادي قبل الغداء ما في مشكلة. القايلة وين الشمس و... ما تصيف الشمس سوي داخل البيت، ما تمشون في الشمس. يعني الحين شمس بعدها محمود شوية أخف، بس مع هذا من الساعة 11 أو 12 الأفضل ما نلعب تحت الشمس، لعبوا في البيت. عموما ما نطلع فاصل، بعد فاصل عندنا مواضيع أخرى، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا نتحدث يعني عن هيئة المعرفة المشاركة ضمن مبادرة دبي لتحدي اللياقة، هذه المبادرة اللي أطلقها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. طبعا مبادرة جميلة جدا فيها العديد من المواضيع اللي يعني خلت المجتمع يتحرك ويتضامن نحو الرياضة. صحيح. طيب أنا قبل أتطرق لهذا الموضوع خلينا بس ناخذ هذه المداخلة، لأن البارحة تم إطلاق جائزة الصحة السنوية، هذه اللي أعلنت عنها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مجموعة ثومبي. دكتور عصام سليمان معنا؟ دكتور تسمعنا؟ دكتور اهلا وسهلا. هلا صباحك ورد دكتور عصام. يا اهلا بك يا فندم، صباح النور. صباحك ورد. طبعا هيئه الصحه في دبي اعلنت عن اطلاق جائزه الصحه السنويه اللي تهدف الى تعزيز التميز في القطاع الطبي بشقيه الحكومي والخاص من خلال كشف عن المواهب والامكانيات غير المحدوده لجميع المؤسسات والعاملين في قطاع الرعايه الصحيه الاوليه. فلو ممكن دكتور تعطينا فكره عن هذه الجائزه واهميتها.
تمام تحت امرك. طبعا هي الاجازه الصحه دي هي اجازه سنويه تم اطلاقها العام الماضي عن طريق مجله الصحه اللي بتوزع جامعه الخليج الطبيه وهي احد مؤسسات مجموعه كومبي يعني. فابتدت العام الماضي والحمد لله نقطه نجاح كبير في الدوره الاولى ليها، وبناء على هذا النجاح تم توقيع اتفاقيه التعاون بين هيئه الصحه دبي ومجموعه كومبي، وطبعا وجود هيئه الصحه معانا في هذه الاتفاقيه بيسوي الجائزه بافكار جديده وانتشار اوسع عشان تعزيز الجائزه ودعم الجائزه. وبعدين هيئه الصحه طبعا بتساهم من خلال شبكه علاقاتها مع المؤسسات والشركات بدعم الحمله التعريفيه. دكتور انا يهمني اعرف الهدف من هذه الجائزه وفئات الجائزه ومنو ممكن يشارك في هذه الجائزه. هي الهدف من هذه من الجائزه دي ان احنا نظهر المساهمات البارزة في مجال الرعاية الصحية ونشر الإنجازات المميزة ليها، على أساس أن احنا نشجع المختصين في مجال الرعاية أن هم يبدعوا أكثر ويقوموا بعمل أعمال تظهرهم على المستوى المحلي والعالمي إن شاء الله. طبعا هي فئات الجائزة 24 فئة، في فئات فئة للشركات والمؤسسات وفي فئات للأفراد. يعني بالنسبة للشركات والمؤسسات مثلا زي المستشفيات، العيادات الخاصة أو العيادات الجنرال يعني بوجه عام، خدمات المختبرات، خدمات الأشعة، الصيدليات، شركات الأدوية، شركات التأمين الصحي، مركز اللياقة البدنية، التقنيات المبتكرة، السياحة العلاجية، تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وعلاج الأمة ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني دي الفئات اللي هي ممكن تساهم فيها الشركات والمؤسسات. الفئات الفردية دي اللي فيها مثلا رواد الرعاية الصحية، المؤسسين والمالكين، الأطباء، الجراحين، أخصائيين العناية، المرأة في الرعاية الصحية، الممرضات، الصيادلة، فنيين الأشعة وفنيين العلاج الطبيعي. يعني هي عبارة عن 24 مجال تقريبا. وطبعا لنا احنا ويب سايت ممكن للاطلاع على كل التفاصيل اللي هو www.healthmagazine.ae/awards. ممكن كل المحبين طبعا الجائزة انطلقت امبارح، واي حد حاليا عاوز يساهم او عاوز يشارك في الجائزة دي ممكن يدخل عن طريق الويب سايت ويسجل. طبعا في الويب سايت كله مشروح او كله واضح بالنسبة للمشاركين ان شاء الله. ممتاز، شكرا لك دكتور عصام سليمان عطا مدير علاقات العامة وشؤون الطبيب مجموعة الثنبي، شكرا لك وجودك معنا ونهارك سعيد. اهلا بك يا فندم. شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور. طيب نرجع لموضوعنا دكتوره، نتكلم عن يعني السلوكيات التي يجب ان يعززها اولياء الامور عند الطلبه وعند الاطفال بشكل عند ابنائهم. هي لان بصراحه مساله جدا مهمه يجب على اولياء الامور انهم ينتبهون لها، لان هنالك الكثير من الممارسات الخاطئه، هذه ممكن نحن نشوفها حتى على مستوانا الشخصي في بيوتنا. صحيح. نشوف عيال خواتنا اخواننا في عندهم ممارسات جدا خاطئه، ولكن للاسف الاهالي يعني يستسهلون التربيه في هذا الموضوع. يقول لك لما يكبر بيتعدل، هالجمله دائما تسمع الامهات تقول لما يكبر روحه بيتعدل، لكن للاسف احنا العادات نطبعها في أبنائها، هي فعلا طبعة يعني نطبعهم فيهم طباعة تم معاهم بالعادة معظم العمر. والدليل الدراسات الكثيرة احنا نقول عنها هني في البرنامج، كثير من الدراسات تقول عن عادات تسويها الأم وهي حامل، يعني الطفل اللي الحين ما نولد بعده في علم الغيب يعني في الرحم، في عادات تمارسها الأم يأثر على الطفل لما يكبر، تصيبه السمنة، يصيبه سرطان، وفاة مبكرة، أمراض في القلب، فهي عادات احنا نطبعها في أبنائنا. في نقطة وايد مهمة ان احنا دائما نقول ما اعرف اعدل عادة معينة عند طفلي، لكن انا دائما اقول الامهات هل العادة موجودة فيك انت اصلا؟ معظم العادات السلبية اللي اكتسبونها ابنائنا تكون منا احنا، يكون في الام، في الاب، في اليدة، في الخالة، الاشخاص القريبين من الطفل. الطفل عبارة عن مرآة، يسوي مثل مسح لتصرفاتنا، يراقبنا من غير ما نحس. ما تلاحظ محمود احيانا الاطفال لما يكرر جمله انت تقولها مثلا وانت تضحك عليها تحس انه فاني او كيوت، فانتوا لاحظوا هو ما شاء الله يلقط عنا جمل كامله، فكيف تصرفاتنا؟ هو قاعد كمستقبل ياخذ منك كل التصرفات. اذا في تصرف انت تحسينه مو متقبل لنا في طفلك، لاحظي في منو موجود التصرف، لانه هو يقلد الا موجود. ما في طفل يعني انا ضد
المقولة اللي تقول لا هو مولد روحه شيطان أو مولد روحه طبعة شيء، ما في طفل ينولد في هذا الطبع. أنا أنمي فيهم الأطباع هذه، سواء بتصرفاتي، سواء بكلماتي، سواء بالإشارات الغير مباشرة اللي نعطيها لأبنائي. فهذه ننتبه لها الأشياء كلها في البيت. طيب تأثير هذه الأجهزة الإلكترونية دكتورة، بس عشان نوضح لي أولياء الأمور، أن الطفل لما يقعد لساعة أو ساعتين على جهاز ست ساعات إلكتروني، ست ساعات والله، يعني أنا من أدخل البيت يخافون، يسكرون كل الايبادات، يخافون مني في هذا الموضوع. لكن بشكل عام يجب ان اولياء الامور يعرفون المشاكل اللي ممكن تتيح للاطفال من هذا الجانب. انتم شو الحالات اللي تشوفونها دكتوره في المراكز في المستشفيات؟ في وايد مشاكل، منها يعني الاصابات اللي في العنق، في اليد، في غيرها. خبرينا شو اللي ممكن يصاب فيه الطفل. ممتاز. في مشاكل تصيب الطفل مو بعضوية، يعني مو أشياء عضوية تشوف الطفل من القعد على الأجهزة. أبرز نشوف ما نشوفه تأخر النطق. وايد أطفال يتأخر عنهم النطق. لما نسأل الأم تقولك لا والله يمكن عنده مشكلة في السمع، ونسوي له فحوصات، نكتشف بعدين هو يقعد على هالأجهزة فترات طويلة. الطفل على هالجهاز عبارة عن متلقي، ما في كلام، ما يتكلم. تقولك لا أنا شغلة الأغاني، يعني الأطفال الإنجليزية تعلم الحروف والأرقام، لكن ما في حد يردد عليه الكلام، هو بس يتلقى. الطفل لا يتكلم، رقم واحد. رقم اثنين، يستوي الطفل انطوائي. كثير من أطفالنا، إحنا يمكننا صغار محمود كنا أطفال جدا اجتماعيين، نحب نلعب على الأطفال الثانيين. الحين تلاقي حتى في العزايم الطفل قاعد في زاوية روحه. ليش ما يحب يلعب مع غيره؟ ليش ما يحب يلعب مع غيره؟ لأنه تعود إن 24 ساعة أنا حاط الآيباد عنده، أو أتعود إن عنده أوبشن لو ما يبي يلعب مع عليها الخدمة، ما أخذ الآيباد أو التليفون أقعد عليه. هذا خطأ يا جماعة. أنا أكون شخص انعزالي، شخص يتأخر عنده، احتمال يتأخر عنده نطق. طبعا إصابات العضوية، آلام في الرقبة، آلام في الظهر، حتى الظهر يكون عنده مقوس أكثر، حتى الأيادي. الأطفال من كده يقعدون على الأيباد ويدقدقون عليه، تلاقون الإبهام عندهم يكون أثخن أحيانا، يكون عندهم آلام مستمرة في الإبهام. غير أمراض العيون طبعا، يعني وايد أمراض، حتى أمراض الأعصاب دكتورة. صحيح. عموما نحن اليوم بدأت هيئة الصحة الصبح فعاليات منتدى التحول التنظيمي الربع سنوي اللي نظمه مكتب التحول التنظيمي في الهيئة بمشاركة قادة فرق التطوير في الهيئة وكبار المسؤولين وعدد من الخبراء والمختصين من مختلف المؤسسات الصحية المحلية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب المشتركة. يعني مثل ما تقولين عصف ذهني صحي. صحيح. نحن نتكلم عن هذا المنتدى، أهدافه وأبرز المحاور اللي ناقشنا. معانا عبر الهاتف دكتور محمد الرضا، مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بنور السرور. صباحك ورد دكتور محمد، سعيدين انك موجود معنا اليوم عن طريق الهاتف، ونتمنى تكون معنا في الاستوديو. دكتور محمد، تعطينا اول شيء فكره عامه عن المنتدى واهميه هذا المنتدى التحول التنظيمي. نعم، المنتدى هذا يقام كل 4 أشهر مع هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع قاده البرامج والمبادرات في استراتيجيه الصحه 2021. بنستعرض اهم النتائج الربع سنويه للبرامج الاستراتيجيه اللي هم 15 برنامج وما يقارب 100 مبادرة استراتيجية. فكل اجتماع نجلس مع القادة وكم مع رئيس الإدارة أحمد قطامي موجود أيضا، استعرض النتائج ومع البرامج ومع المبادرات. طبعا كل مبادرة وكل برنامج له تحدي معين وله إنجاز أيضا، فنحتفل بالإنجاز ونستعرض التحديات هذه ونستكمل المسيرة. ممتاز دكتور، نبغي نتكلم عن الدورة هذه اليوم، أبرز الشخصيات، أيضا الشركات والمحاور اللي بيناقشها المنتدى اليوم. اليوم أهم يعني ثيم للمنتدى هو الابتكار. نتكلم اليوم عن الطباعة ثلاثية الأبعاد، نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. مثل ما تعرف أخوي محمود، في استراتيجية كاملة تم إطلاقها لدولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي، فنحن تماشين مع التوجيهات هذه. نحب أيضا نكون نطمن الجمهور أن هيئة الصحة من الهيئات اللي يمكن سباقة في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات إن شاء الله قريبة جدا. أيضا نتكلم عن الابتكار في التنظيم الصحي، فما بنتكلم فقط عن الابتكار في التكنولوجيا، بنتكلم عن الابتكار في أيضا تنظيم التراخيص، تنظيم مزاولة المهن. وأيضا بيكون عندنا متحدثين من شركات استشارية كثيرة، ويعني أعتقد لو تكونوا متواجدين معانا دكتورة ومحمود بتشوفون الأجواء يمكن إيجابية،
وجميع القاده وبرامج المبادرات كلهم مبسوطين والحمد لله، ودعونا بالتوفيق. السنه امامنا تحديات كبيره. زين، خلص البرنامج ونحن عندكم على طول يعني. حياكم الله. حياكم الله. الدكتور محمد، منو ابرز الجهات الداعمه للمنتدى هالسنه؟ عندنا اليوم شركه من الولايات المتحده اسمها HCI Group متواجده معانا، وهي ايضا الراعي الرسمي للمنتدى. الشركه هاي تعنى بالبرمجات الالكترونيه وايضا بالتنفيذ البرامج الالكترونيه والتطبيقات الالكترونيه، لكن اليوم ايضا هم يعني صدفه اكتشفنا انهم ايضا عندهم تحول مؤسسي. طلعوا من هذا الاطار، واليوم هم كثير منهم حابين يدخلون في البرامج المبتكره في هيئه الصحه ويتعاونون معانا. طبعا الابتكار اليوم من اهم محاوره اللي هي الشراكات. صحيح. وبصراحه تواجد شركه من الولايات المتحده جايينا من فلوريدا اليوم خصيصا فقط لحضور هذا المؤتمر ولرعايه هذا المؤتمر، شيء صراحه يبسط الجميع ويؤكد على ان الشراكات هي الداعم الاساسي لمحور الابتكار في هيئه الصحه. صحيح. طيب دكتور، انتم يعني المنتدى هذا دائما يعني حريصين على انه يصير كل ربع سنه، فخبرنا يعني النتائج اللي دائما تطلعون فيها وشو مدى تنفيذه والتوقعات اللي انتم تحطونها والتوصيات لتنفيذ مثل هذه النتائج. نعم، المبادرات هذه الحمد لله يعني في مبادرات خفيفه قدرنا نخلصها وقدرنا نطلع منها، وفي مبادرات تاجيله محتاجة إلى ضع طويل ووقت طويل. مثلا إنشاء مركز دبي العالمي للطب القلب، هذه فكرة بدأت في 2016 والحمد لله في 2017 قدرنا أن نحن نجيب اتفاقية تعاون كبيرة يمكن مع من أصعب الجهات في الولايات المتحدة اللي هي كولومبيا هارت سورس. وقعنا معها اتفاقية وبدأ الفريق على أرض الواقع يشتغل ويعمل دراسات الجدوى. هذا مثال على المبادرات التجيلة. وعندنا المبادرات الخفيفة اللي هي مثل ما يقولون مبادرات ممكن تنجزها بسرعة، اللي مبادرة طباعة ثلاثية الأبعاد. قدرنا الحمد لله في خلال 12 شهر نعمل 10 نماذج مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وقدرنا ندرس منها ونفهم منها السوق. وآخرها كانت تبرع هيئة الصحة بالتعاون مع انفورما ايرب هيلث بساق مطبوعة لأول مرة عندنا في المنطقة، مطبوعة عن طريق 3D إلى مريضة بريطانية. والحمد لله هذه أيضا يمكن حالة للعالم كلها يفهم كيف الـ 3D printing يغير حياة المريضة. ممتاز. دكتور محمد رضا، مدير مكتب التحول التنظيم في هيئة الصحة في دبي، شاكرا لك تواجدك معنا اليوم، يعطيكم ألف عافية ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. شكرا لك، نهارك سعيد. اتمنى تواجدكم معنا ان شاء الله. ان شاء الله مخلصين وجايين، احنا ما بغينا نطول معاك لان ادري انك تبغى ترجع تكمل الجلسات هذه دكتور، فشكرا لك. شكرا لك دكتور. شكرا. طيب قبل لا نختم دكتوره، بس انا ارجع للموضوع اللي تكلمنا فيه في النهايه، ابغي يعني رساله شديده اللهجه لكل أولياء الأمور بالنسبة لرعاية أطفالهم، خاصة فيما يخص بالتعامل معهم ضمن نمط الحياة الغير صحي اللي بدأ ينتشر في بيوتنا. صحيح. رسالتنا لليوم تقول: قبل أن أتخذ أي قرار، أخذ أي قرار بخصوص تربية أبنائي، إن أنا أخذ مثل ما يقولون الطرق المختصرة، أعطي آيباد أو أسكت بأي طريقة، أفكر أو شيء نتائج بعيدة المدى. في هناك طرق أفضل أن أشغل وضع يعني وقت الطفل وعلمه عادات حسنة. خلينا نحط في بالنا مثلا، خلينا نحط جدول في مدة شهر واحد، خلال الأسبوع أقسم الشهر لأسابيع، أربع أسابيع، كل أسبوع أعلمه عادة صحية واحدة، مو شرط تكون عادة كبيرة. يعني مثلا ممكن عادة صحية واحدة مثلا أنه يأكل حبة فاكهة كل يوم. ترى في وايد من الأطفال الفواكه عندهم الغاية من نظامهم الغذائي مو موجودة، ف عادة صحية واحدة أدخلها شوي شوي في نظامه، في نظام حياته. ممكن تكون إضافة نشاط رياضي، ممكن تكون تقليل من أكل وجبات صحية، ممكن من وجبات سريعة، ممكن تكون إضافة شيء نظام غذاء اليومي، ممكن تكون وقت أقل قاعدة على أجهزة لوحية. تغييرات بسيطة ممكن نسويها، بس أهم شيء يكون عندي الهدف وأمشي له وأحط له خطة واضحة عشان أحسن. ترى إحنا يا جماعة مسؤولين عن هذا الجيل، يعني هذا الجيل باكر بيكبر، المفروض إنه يشتغل وينتج ويخدم الوطن.
أنا مسؤولة عن أن أربي جيل صحي يقدر أن يخدم الوطن بعد هذا. ولا شو رأيك محمود؟ أكيد. ودائما التربية ترى مو بشغلة بسيطة. لا نأخذ الأساليب السهلة. يعني حد من الناس ممكن يستخدم الضرب أو الشغلات هذه يعني اللي السهلة صحيح. في عملية التربية، ولكن تأثيراتها جدا سيئة. عموما شكرا لك دكتورة ندر ملا، شكرا لك يا أميرة الغفلي، وكل الشكر لك يا أيمن سرحيل. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع أخرى. فحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.